علاش الجرافيزمو والرسمة اللي في اللوحة ذاتها جاية كلها على شكل أوراق النخل، والعليل خبيث معناها ورقة متاع النخل اللي يبسى شوية معناها، وقعدت ترسم بها في اللوحة ذاتها. معناها إن شاء الله الدنيا كلها خضرة، كلها حياة، لبيب فيها لبيب إن شاء الله، ومعناها كل شايلين فوق روسهم الحياة إن شاء الله في مستقبلهم، في الأمل نتاعهم الحياة. رقصاتنا الفنية مزيانة ياسر، وتقول ورود، تقول أشجار نتاع ورود، معناها متناسقة مع الطبيعة، توريك معناها الحاجات الطبيعية اللي مستوحاة، معناها حتى الرقصات لازم تكون مستوحاة، والتونو والهيئة واللبسة مستوحاة من الطبيعة ذاتها، معناها من الطبيعة ذاتها هذاك الأعشاب هذيكا اللي شايفاها ويعملوا بها الفلوس هنا اللوطة. شفتها بالحق راهو هيك التقاليد نتاعهم القديمة، ويحطوا الورد هكا من فوق وكل شيء، وفوق روسهم الورد مزيان ياسر. معناها انا استوحيت لها ما تجريدية هي شوية، لكن من في مخي الناتور هيك، المنظر هيك الجميل جدا، ونتمنى الحياة ليهم، وان شاء الله بعيد على الكوارث الطبيعية ان شاء الله. سلمي امين ثقة، هاي ربي معكم. كمان سلمي يا رسمي اللي تسترني.